بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الخامس العلمي لفرعيه الأحياء والتطبيقي في درس جديد من دروس الفيزياء. هذا الموضوع إن شاء الله أو الدرس اليوم راح نتناول موضوع العزم المدور والتعجيل الزاوي. سبق وأن درسنا بهاي يعني المرحلة أنه الاتزان والعزوم، وذكرنا للاتزان شرطين. شرط الاتزان الانتقالي يعني اكو اتزان انتقالي يحدث عندما تكون محصلة القوة المؤثرة في الجسم تساوي صفر، يبقى الجسم في حالة اتزان، يعني ينتقل من مكان إلى آخر لكنه الانتقال مالته يكون بسرعة ثابتة، يعني التعجيل راح يكون هنا صفر. ليش؟ لأنه محصلة القوة المؤثرة به تساوي صفر. أما عندي نوع آخر اللي هو مربوط بموضوعنا لهذا اليوم اللي هو اسمه الاتزان الدوراني. هذا النوع من أنواع الاتزان يحصل عندما تكون محصلة العزوم المؤثرة في الجسم تساوي صفر. يعني لازم حتى يدور الجسم لازم أكو قوة تبعد بعد عن مركز دورانه يلا يدور. أما إذا كانت هاي القوة متساوية بالمقدار ومتعاكسة بالاتجاه فهنا محصلة العزوم راح تكون تساوي صفر، وبهاي الحالة راح يكون في حالة اتزان. إذا أبدي موضوعي بسؤال مهم: ماذا يحصل للجسم الجاسر، الجسم اللي يكون أبعاده ثابتة أثناء الدوران، عندما تكون محصلة العزوم المؤثرة فيه لا تساوي صفر، ولماذا؟ قلنا إذا كانت محصلة العزوم تساوي صفر يعني معناته الجسم في حالة اتزان دوراني، وإذا كانت محصلة القوة المؤثرة في الجسم كان يعني في حال اتزان انتقالي. أما إذا تكون محصلة العزوم ما تساوي صفر، شنو اللي راح يصير؟ هنا اللي راح يصير عندي تغير في مقدار السرعة الزاوية. استاذ ليش زاوية؟ ليش مو سرعة ثيابية؟ السرعة الزاوية لأنه احنا بحالة دوران، فراح يصير تغير في مقدار السرعة الزاوية للجسم الجاسر. زين، شنو السبب؟ لأن محصلة يعني لماذا هذا الشطر الثاني راح نجاوب هنا عليه، لأن محصلة العزوم أكسبت الجسم تعجيلا زاويا. بما أنه السرعة زاوية إذا راح يصير عندي تعجيل زاوي. هاي العزوم المؤثرة في الجسم، هذا الجسم، هذا هنا نصف قطر، أي قوة مماسية تأثر في جسم راح شي يصير الدورة. هنا أكو قوة ثانية هم تبعد بالبعد R، حاصل ضرب القوة في نصف القطر يعطيني عزم، فهذا يسموه عزم مدور. أما إذا هذني ما متساويات القوة فراح يصير العزومة متساوية، هنا راح يدور وبسرعة زاوية. زين، إذا السرعة الزاوية جت بعد ما أنه محصلة العزوم ما تساوي صفر، زين، لأن محصلة العزوم قلنا أكسبت الجسم تعجيلا زاويا، وهذا التعجيل، هذا التعجيل الزاوي اللي احنا رمزناه لألفا يتناسب تناسب طردي ويا محصلة العزوم. زين، أنا أريد أطلع قانون للعزم. احنا أخذنا في الفصل الرابع قانون للعزم، هسه أريد أطلع القانون الثاني له. القانون الثاني: بما أن محصلة العزوم بما أن التعجيل الزاوي يتناسب طرديا مع محصلة العزوم، فإذا هذه هي العلاقة. إذا رفعنا علامة التناسب دائما نخلي يساوي وثابت نسميه ثابت التناسب. أنا هنا ثابت التناسب سميتها I. شنو I؟ I هو عزم القصور الذاتي. فهذا القانون الجديد للعزم، إذا العزم صار عنده قانون يسموه عزم القصور الذاتي في التعجيل الزاوي. القانون القديم اللي هو أخذناه بالفصل الرابع هم تاو يساوي لF في R. الF هي القوة العمودية اللي مسلطة على يعني اللي تبعد عن الإزاحة عن مركز الدوران بعد يعني زاوية 90 درجة. زين، فهسه صار عندي قانونين بابا. هذا القانون الأول يعني بهذا الفصل، وهذا القانون احنا أخذناه سابقا القانون الثاني. زين،
ملاحظات عن العزم. العزم المدور اللي هو التاو كمية اتجاهية، بينما عزم القصور الذاتي اكو فرق، احنا عندنا اثنين، هذا عزم وهذا عزم. هذا يسموه العزم المدور اللي يدور الجسم ويكسبه تعجيل زاوي، لانه صارت عنده سرعه زاويه راح يصير عنده تعجيل زاوي. بينما هذا عزم القصور الذاتي، هذا خاص بالاجسام، كل جسم له عزم قصور ذاتي. زين، اذا العزم المدور هو كميه اتجاهيه، بينما عزم القصور الذاتي هو مقدار عددي. وحدة قياس العزم هي النيوتن في متر. ليش استاد نيوتن في متر؟ لأنه جاي من قوة في بعد. هذه إذا أحللها كيلوغرام متر تربيع في متر تربيع على ثانية، هم راح ترجع لي شنو هو نيوتن في متر. زين، إذا عندنا مثال، مثال خمسة هذا بالكتاب، راح نشوف شلون نحل قانون العزم. المثال هو، المثال رقم خمسة هو اسطوانة صلدة كتلتها 1 كيلوغرام، نصف قطر قاعدتها، نصف قطر القاعدة هاي الاسطوانة 2 بالعشرة متر، شرعت بالدوران من السكون. بما انه قال لي شرعت من السكون، يعني السرعة الابتدائية الزاوية مالتها صفر، السرعة اذا الخطية هم صفر، السرعة الابتدائية الخطية. زين، بتأثير بالدوران من السكون حول محورها الهندسي الطويل المار من مركزي وجه، هاي كلها يعني ما لك علاقه بها. عندما اثرت في قوه، يعني دارت بعد ما اثرت قوه مماسيه قيمتها 10 نيوتن، احسب مقدار سرعتها الزاويه بعد مرور 5 ثانيه من بدء الدوران. هذا المطلب الاول. اثنين، عدد الدورات. زين، انا اريد السرعه الزاويه بعد ما دارت، يعني لازم ارجع القوانين نيوتن في الحركه الخطيه او الزاويه، اللي هو مثلا خلينا نقول هيك نلخص الحل، اف اوميجا اي زائد الفا في تي. هنا أنا ماكو اي، هنا أنا الفا لانه الزمن، عفوا هنا أنا الحركه الزاويه. هذه عندي قيمتها صفر لانه بدا من الحركه من السكون. التعجيل عندي 5 بقى، هاي انا اريدها بقى، هذا الاي لازم اجي احسبه. زين، الاي شنو عندي معلومات بالسؤال؟ ممكن شنو اقول؟ ممكن اقول الاف في ار، احنا عندنا التعجيل الزاوي في العزم القصور الذاتي يعطيني العزم المدور، ونفس الشيء ادي القوه المماسيه في نصف القطر هم تعطيني. فاقدر اقول اساوي هاي المعادلتين، القوه في نصف القطر يساوي لي عزم القصور الذاتي في شنو؟ في الفا. ليش استاذ انا هاي اسويها؟ حتى احسب من عندها الالفا. طبعا انا قبل هاي المعادله، احنا نبدي بالتسلسل افضل، قبل هاي المعادله لازم انا شنو عندي؟ لازم انا عندي عزم القصور الذاتي. عزم القصور الذاتي للاسطوانه هو ينطب هاي العلاقه، اي يساوي نصف ام في ار تربيع. اول شيء اجي اطلع الاي، نصف في الام، الام مش قد عندي انا بالسؤال 1 كيلوغرام، في نصف قطر الدوران 2 بالعشرة تربيع، ويساوي 1 على 2 في هذه راح تصير 4%، في 1 4%. بالاختصار راح يصير عندي 2%. هذا من هو العزم القصور الذاتي. من اجيت حسبت راح اقدر اطلع الالفا، لانه هذا عندي القوه عندي ونصف القطر عندي وعزم القصور الذاتي عندي، والان اريد التعجيل الخطي، عفوا التعجيل الزاوي. فالتعجيل الزاوي ايش راح يصير؟ يساوي هذا راح يصير بالمقام اللي هو قيمته 4%، القوه عندي 10 في نصف القطر 2 بالعشرة. هاي الصفر يروح ويا الفارزة عندي هنا، إذا أحذف هاي المرتبتين راح يصعد صفرين فوق، فميتين على 4 ايش قد يساوي لي؟ 50 راد على ثانية تربيع. 200 على 4
20 على 4 بيها 5 والصفر ينزل، فراح يصير عندي الالفا ايش قد؟ 50 راد على الثانيه. زين هنا انا هسه انا اجي اقدر احسب، يعني شوف هاي المعادله اللي كتبتها قبل شويه هي ثالث خطوه، قبلها اكو خطوتين نحسب التعجيل الزاوي، وقبل التعجيل الزاوي نحسب عزم القصور الذاتي. هذه صفر زائد، ليش صفر؟ لانه شرعت بالحركه من السكون، زائد 50 في 5. هاي مين جبتها استاذ؟ هاي بالسؤال منطيني اياها، قايل لي اريد هاي السرعه الزاويه النهائيه خلال 5 ثواني من بدء الحركه. صفر زائد 250، 50 في 5 250، هاي يطلع 250 راد على ثانية. بعد شنو يريد من عندي؟ عدد الدورات. عدد الدورات كقانون هو الإزاحة الزاوية على 2 باي. زين الإزاحة الزاوية ما عندي، أقدر أحسبها. عندي الإزاحة الزاوية تساوي السرعة الابتدائية زائد السرعة النهائية على 2 في تي. هذا واحد غير قانون تقدر تستخدم ويطلع عندك نفس الحل، يعني بثيتا. هاي صفر زائد 250 في 5 الزمن على 2، 5 في 250 1250 على 2 625. هنا الوحدة هي راد. أجي أعوض عدد الدورات اللي هي الإزاحة الزاوية 625 على 2 باي دورة.